يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص عنده وشم في جسده وهو يسأل ما حكم الشرع في ذلك، مع العلم لأنه ملتزم ويصلي ويقوم بكل الفرائض وهو نادم على ما فعل، فهل يغفر الله له؟ إن شاء الله، الله يقبل التوبة ممن تاب، وإن قدر على إزالة الوشم إنه يزيله بالوسائل الطبية، وإذا لم يقدر فتوبته مقبولة إن شاء الله، ليس عليه شيء. نعم.